بهالانتخابات حتقوم وحتقول لهم مين هو المارد الازرق. عدو فاجر وصديق تاجر. اهلا بكم الى صباحيه من تلفزيون مستقبل. وفي العناوين: الحريري يلقي اليوم كلمة لبنان في مؤتمر بروكسل ويشدد فيها على أهمية مساهمة المجتمع الدولي بتحمل أعباء النزوح. أعلى وأرقى معايير الدقة والأمانة والنزاهة. قطار الانتخابات ينطلق الجمعة مع اقتراع المغتربين على مدى يومين. Iran seems to be behind everything where there's a problem. قمة أمريكية فرنسية وترامب يصف الاتفاق النووي مع إيران بالكارثي. أهلا بكم. يفتتح قبل ظهر اليوم مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة في العاصمة البلجيكية، وقد وصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى بروكسل لترأس وفد لبنان إلى المؤتمر وإلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية، والتي ينتظر أن يشدد فيها على دور المجتمع الدولي في مساعدة لبنان على تحمل أعباء النزوح السوري. وفور وصوله أجرى الرئيس الحريري لقاءات تحضيرية للمؤتمر. وصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى بروكسل لترأس وفد لبنان إلى مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة، والذي يفتتح رسميا الأربعاء. ويلقي الرئيس الحريري كلمة في الجلسة الافتتاحية يتطرق فيها إلى موضوع النازحين السوريين في لبنان ودور المجتمع الدولي في مساعدتها على تحمل أعباء هذا النزوح. وفي مقر إقامته في بروكسل استقبل الرئيس الحريري وفدا من جمعيات المجتمع المدني التي تشارك في المؤتمر، في حضور الوزيرين مروان حمادي ومعين المرعبي ومدير عام وزارة التربية فادي يرق ومستشار الرئيس الحريري لشؤون النازحين الدكتور نديم الملا. وقد جرى البحث في إمكانية التعاون بين الحكومة والجمعيات المشاركة في المؤتمر. الرئيس الحريري التقى أيضا وفدا من منسقية تيار المستقبل في بلجيكا برئاسة المنسق محمد قصاص في حضور الوزيرين حمادي والمرعبي، وعرض معهم أوضاع اللبنانيين في الاغتراب وشؤونا انتخابية. قبل أيام من اقتراع المغتربين في الخارج، كيف هي الحركة في وزارتي الخارجية والداخلية، وكيف يمكن المحافظة على الشفافية في عملية الاقتراع، وما هو توزع المغتربين على الدوائر الانتخابية؟ تقرير ناهد يوسف. يوم الجمعة والأحد المقبلين سيشهدان أول عملية اقتراع للمغتربين للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية، وعليه تنشط الحركة في وزارتي الداخلية والخارجية تحضيرا لهذا الاستحقاق. وفي هذا السياق تم تأليف لجنة مشتركة مؤلفة من سفراء من وزارة الخارجية وعاملين من وزارة الداخلية للإشراف على مجمل عملية الاقتراع للمغتربين في الخارج. هلا بالتوازي كمان ارسلنا مجموعه من الدبلوماسيين للوزاره لحتى يكونوا يشغلوا مناصب رؤساء المراكز الاقتراع، لان انا عندنا حرص شديد جدا ان تكون العمليه تجرى ب يعني اعلى وارقى معايير الدقه والامانه والنزاهه. هلا الحرص الزائد يعني على متابعه العمليه بكل دقائقها. في هلا بالوزارة الفريق التقني عم بيشتغل ليلا نهارا لحتى ينجز عملية البث المباشر. يعني حيكون عنا شاشات بقلب الوزارة وكاميرات مركبة بكل مراكز الاقتراع والأقلام بالخارج. نحن يعني عم نكون عم نشوف نحن كلجنة هون متابعة ولجنة رقابة، عم حنكون عم نشوف دقيقة بدقيقة شو عم بيحصل بالأقلام وبمراكز الاقتراع. يوم الجمعة في 27 من الشهر الحالي سيقترع المغتربون المقيمون في الدول العربية، أما بقية الدول فستقترع يوم الأحد في 29 من الشهر. ومجمل عدد المغتربين المسجلين هو 82,965 ناخبا من 40 بلد، يتوزعون على 116 مركز انتخابي تضم 223 قلم اقتراع. أما بالنسبة لتوزيع المقترعين المغتربين حسب الدوائر، ففي دائرة بيروت الأولى 3393 مقترع، بيروت الثانية
7008 مقترعين، صيدا جزين 2474، صور 7983، بنت جبال النبطية مرجعيون وحصبية 8737، زحلة 3925، البقاع الغربي ورشية 4347، بعلبك الهرمل 2874، عكار 3695، طرابلس المنية الضنية 4869، زغرتب شر الكورة البترون 12337، جبيلو كسروان 4116، المتن 4695، بعبدة 4165، شوفوا علي 8347 مقترع. التحقيق الانتخابي، تتواصل حملات الموحدين بالرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق أشرف ريفي على تيار المستقبل ورئيسه، ويعمل هؤلاء على فبركة الأكاذيب وتقديمها للرأي العام على أنها حقائق. بجهد يعمل المحيطون بالرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق أشرف ريفي لتشويه صورة تيار المستقبل ورئيسه سعد الحريري، لكنهم في كل مرة يقعون بالفخ الذي ينصبوه بعدما تظهر الحقيقة للعلن. آخر الفبركات والأكاذيب كان ما روج له هؤلاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أن الرئيس الحريري استقبل قيادات في حزب البعث وحزب رفعت عيد، وأن هذه القيادات قد أعلنت تأييدها له، فيما الواقع أن رئيس مجلس الوزراء وبصفته هذه التقى وفدا من رؤساء بلديات ومخاتير سهل عكار في حضور الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة لواء الركن محمد خير، وجرى خلال اللقاء الذي كان محددا منذ فترة عرض للأوضاع الاجتماعية والإنمائية ومطالب المنطقة. منين بيجيبوا هذه في الفبركات وبيحكوها؟ أول شيء الموضوع الاجتماع لم يتناول أي موضوع سياسي أو أي موضوع انتخابي أو موضوع العفو أو موضوع القوانين العفو عن الموقوفين أو غير الموقوفين، لن احنا حكينا بهذا الموضوع ولن نحن رايحين أساسا لأننا نية بهذا الموضوع. نحن رايحين رؤساء بلديات لمناطق محرومة نطالب برفع الحرمان عن هذه المناطق، والرئيس لبى هذا الكلام. كان عم بيقول نقلته رسالة ما رفعت عيده. هذا كلام عار عن الصحة، وأعمل لك هذا كلام مفبرك وكاذب، وهذا مو بس مفبرك وكاذب، هذا يعمل لإثارة الفتنة في لبنان. نحن عم نتعاطى مع رئيس دولة، رئيس حكومة. نحن شو أنا بدي روح طالب بإنماء منطقتي من رئيس الصين؟ حدا بيجي بيقول انه والله ما كانت القصة الروحة لعند دولة الرئيس، كانت لازم تصير قبل الانتخابات حتى ما تتفسر. نحن اللي بده يسيء او اللي بده يحاول يتناول هذا الموضوع والإساءة حيتناوله ان كان قبل الانتخابات ولا بعد الانتخابات، وكل مرحلة بيختار لك ظرف يعني معين، وكل مرحلة بيختار الكلام المناسب له. هذا كلام عيب. رئيس بلدية تلبيري كرر أيضا ما جاء في البيان الصادر على رؤساء البلديات، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء قال للوفد إن أي مشروع سوف يصل عبر الهيئة العليا للإغاثة أو منكم مباشرة سنعمل على تلبيته بكل تأكيد، فسهل عكار منطقة لبنانية عزيزة علينا، كما كل عكار لها كل مودة ومحبة واهتمام لدينا. من جهته نفى وزير العمل محمد كبارة ما تنقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن شائعات مفادها أن كبارة أجرى اتصالا بالسفارة السعودية طالبا احتسابه على الخط السعودي لا على خط جبران باسيل والفرنسيين والذي يمثله الرئيس سعد الحريري، وأنه أبدى ندمه الشديد لأنه لم يتحالف مع تيار العزم. وأكد الوزير كبارة أن ما نسب إليه هو أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن الخيارات السياسية التي تجمعه مع الرئيس الحريري ثابتة، داعيا المجلس الوطني للإعلام وهيئة الإشراف على الانتخابات إلى وضع حد لهذا الفلتان الإعلامي. خلال جولة له في صيدا، دعا الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أهالي المدينة إلى الاقتراع بكثافة في السادس من أيار، مشيرا إلى أن البعض عمل على تركيب لوائح لا تشبه المدينة.
لا نخاف لا من تهديد ولا من وعيد، وحلفنا الأساسي هو الناس. هذا ما شدد عليه الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري خلال جولة له في مدينة صيدا على مدى يومين استهلها من سوق صيدا التجاري، حيث التقى أصحاب المؤسسات والمحال التجارية والمطاعم مستمعا منهم إلى الصعوبات التي يعانون منها واقتراحاتهم لتنشيط الحركة التجارية. ثم لبى دعوة الحاج أبو يزن الدحدولي إلى لقاء في محله في ساحة القدس، وخلال لقاء شعبي بدعوة من خالد الصباغ في شارع دلاعة تحدث عن زيارة مرتقبة للرئيس سعد الحريري إلى صيدا للقاء أهلها الأوفياء. هذا الاستحقاق تابعتوه كلكم سوا يحاولوا يحاصروا فيه إمنادهم، يحاولوا يركبوا لوائح ما بتشبه المدينة. نحن اخرة النهار متحالفين مع الناس الاوادم اللي زيكم، حلفنا الاساسي وشركائنا من الناس، وبعتقد انا بسبعة ايار ستة ايار صيدا هتقترع بكثافة، سبعة ايار هنحتفل بالانتصار باذن الله، ونشجع الكل انه ينزلوا يقترعوا للائحة منادر باذن الله، ونقدر نربح باكبر عدد من المقاعد. نحن آخرة النهار هذه المدينة هي مسقط الرأس، ممنوع حدا يدق فينا. وفي واجهة صيدا البحرية خلف مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية جال الأمين العام للتيار في مهرجان الربيع السياحي، كما لبى الحريري دعوة محمد برجي في مطعم تاج على البوليفار الشرقي للمدينة. وفي اليوم الثاني من جولته في صيدا تفقد أحمد الحريري المدينة الصناعية الثانية في منطقة صينيق وتطرق إلى الشأن الانتخابي، ثم اختتم جولته بلقاء شبابي في منزل بلال الحلبي في وسط المدينة، وبلقاء آخر في مقهى حمادي في حي الست نفيسي. وعدت النائب بهية الحريري أهالي الموقوفين الإسلاميين بمتابعة قضية أبنائهم، مؤكدة حرص الرئيس الحريري على إنجاز قانون العفو العام. الخطوات التي أنجزت حتى الآن بالنسبة لمسودة قانون العفو بحثتها رئيسة لائحة التكامل والكرامة النائب بهية الحريري مع وفد من أهالي موقوفي ومحكومي أحداث عبرة، قد أكدت أمام الأهالي حرص الرئيس سعد الحريري على إنجاز قانون العفو وشموله أكبر عدد من الموقوفين الإسلاميين، مشيرة إلى أن هناك مظلومية لحقت بالقسم الأكبر منهم، وأن علاقتها بأهالي الموقوفين علاقة إنسانية بدأت منذ أن حملت هذا الملف بعيدا عن أي استخدام أو استغلال وعن أي استحقاق. وفي الشأن الانتخابي واصلت الحريري لقاءاتها مع العائلات في صيدا لوضعهم في أجواء الاستحقاق الانتخابي بمشاركة المرشح على لائحة التكامل والكرامة عن المقعد السني الثاني في صيدا المحامي حسن شمس الدين. ولهذه الغاية التقت الحريري عائلات جرادي وشعيب والريش في منزل أحمد شعيب في منطقة سيروب، وعائلات من أبناء الخاصة في منزل غسان عيسى في منطقة طلعت الميومية، كما لبت دعوة محمد الجبيلي في الهلالية، وزارت آل شامدين في طلعة المحافظ، وشاركت بلقاء في منزل حسن أبو دراع في عبرة. أكد المرشح للانتخابات الصحفي علي الأمين في مؤتمر صحفي عقدته لائحة شبعنا حكي أن الاعتداء الذي تعرض له لا يعبر إلا عن تطبيق لمفهوم شريعة الغاب. غداة تعرضه للاعتداء من قبل عناصر في حزب الله في بلدته في شقرة، أوضح المرشح على المقعد الشعبي في لائحة شبعنا حكي علي الأمين ملابسات ما حصل معه، وذلك في مؤتمر صحفي عقده أعضاء اللائحة في النبطية. لست هنا لأعرض ظلامتي، أن أضرب وأهان لأجل قضية أعتبرها نبيلة، قضية الإنسان الحر الكريم، هي شرف لي ووسام أعلقه على جبيني ما حييت، لكن أنا هنا لأبين ما كنا قد نبهنا إليه في السابق من أن الاستبداد الذي يكمم الأفواه ويقبع الحريات ويتصرف على هواه ومزاجه يجعلنا نشعر أننا في عصر شريعة الغاب، حيث لا دولة ولا قانون ولا رادع. الأمين أكد أن المقاومة ليست حكرا على أحد، وأن الهدف من ترشحه هو لبناء دولة بطريقة نزيهة وليس من خلال البلطجة. لم يأتي ترشيحنا حربا للمقاومة، بل استعادة لأخلاقياتها السامية، بل نقول
إن ترشحنا هو فعل مقاومة بحد ذاته، لأنه يعمد إلى ترسيخ قيم الحرية لا التبعية، المواطنية لا الولاء المطلق، وثقافة البيعة المعممة والاتباع الأعمى، لأنه يريد دولة وقانون يمنع البلطجة. الأمين وضع ما حصل معه برسم الجنوبيين الذين يطالبون بقيام دولة القانون وتحقيق قيم العدالة والحرية والعيش المشترك. وتتابعونا بعد الفاصل. طعن أمام الدستوري بالمادة 49 من قانون الموازنة. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة. قبل توجهه إلى بروكسل، أطلق الرئيس سعد الحريري في بيروت مشروع فرز الورق والكرتون من المصدر في المؤسسات الرسمية والإدارات العامة، ما يساهم في تعزيز صناعة إعادة التدوير في لبنان. ورق بيروت مشروع يهدف إلى فرز الورق والكرتون من المصدر في المباني التابعة للإدارات والمؤسسات العامة في العاصمة. المشروع أطلقه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال مؤتمر نظم في السراي الحكومي في حضور مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيلين مويرو، ومحافظ بيروت زياد شبيب، ورئيس مجلس بلدية بيروت جمال عيتاني، وعدد من الشخصيات والمهتمين. نحن ملتزمين بالإدارة المتكاملة للنفايات، يلي لازم تعزز الدور اللامركزي للبلديات. عملنا أن البرلمان يقر القانون اللي صار له 6 سنين موجود هناك، وهذا القانون هو لإدارة النفايات المنزلية الصلبة. الفرز من المصدر واجب كل موظف بالإدارة، واليوم عم نصدر تعميم بالمؤسسات والإدارات المعنية لنضمن تنفيذ هالعملية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدنا تتوسع لتشمل كل المرافق والمباني العامة بلبنان. هدف المشروع فرز وإعادة تدوير الورق، لأنه صناعة واعدة في طلب على النفايات الورقية والكرتونية، وهون بدي شجع القطاع الخاص يستثمر بصناعة إعادة التدوير، خصوصا للزجاج الملون والبلاستيك، لأنها مواد ناقصة مع مصانع مختصة لتصير قابلة لإعادة التدوير. بالعودة لمشروع اليوم بدي أختم ببعض الأرقام. كل طن من الورق من عيد تدويره بيوفر قطع 17 شجرة، بيوفر 27.2 كيلوغرام انبعاثات هوائية، وبيوفر 2.45 متر مكعب مطامر، وبيوفر 4100 كيلو وات طاقة، وبيوفر 91 متر مكعب مي. يعني إذا نحن منشوف كل هالأرقام وما منتعلم، بنكون فعلا يعني عم ما بعرف شو نعمل صراحة. مويرو لفتت إلى أن هذا المشروع نقطة انطلاق نحو الأهداف المستدامة الأوسع المتعلقة بالعمل المناخي، ويعد من الأولويات الرئيسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنسبة لتعزيز حماية البيئة والإدارة الفعالة للنفايات الصلبة. وفي نهاية الحفل وقع رئيس الحريري التعميم الذي يطلب إلى جميع الموظفين في النطاق الإداري لمدينة بيروت التقيد بمشروع فرز نفايات الورق والكرتون من المصدر، وقد تضمن التعميم كيفية تنفيذ المشروع الذي ستوضع آلياته العملية في جميع الإدارات والمؤسسات الرسمية. قدم 10 نواب طعنا إلى المجلس الدستوري بالمادة 49 من قانون الموازنة، وعليه قرر رئيساء الجمهورية ومجلس النواب التريث في طلب كان الرئيس عون قد قدمه أمس إلى البرلمان لإعادة النظر بهذه المادة. منح كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان إقامة دائمة، هذا ما تنص عليه المادة 49 من قانون الموازنة التي كانت مضمون الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشيل عون إلى مجلس النواب بواسطة رئيسه نبيه بري، وتضمنت تمنيا رئاسيا بإعادة النظر بمضمون المادة.
لكن هذا الطلب سرعان ما جمد بضوء تقديم 10 نواب طعنا بقانون الموازنة حمله باسمهم إلى المجلس الدستوري النائب سامي الجميل، الذي أوضح أن الهدف من الطعن وقف ما أسماه الخطأ الذي ارتكب بحق البلد وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح على الصعيد المالي، معتبرا أن تعديل صياغة المادة لا يغير بالمضمون. بضوء هذا التطور ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فقد تم التشاور بين الرئيس عون والرئيس بري حول الواقع المستجد، وتوافقا على التريث ريثما يبت المجلس الدستوري بالطعن المقدم إليه ليبنى بعد ذلك على شيء مقتضى. وفي الأخبار الإقليمية والدولية بعد الفاصل، لمستورة يحذر من تكرار سيناريو الغوطة الشرقية في إدلب. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق النووي مع إيران بالكارثي، متهما طهران بالوقوف وراء المشاكل في الشرق الأوسط. ترامب وخلال قمة عقدها مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض وسادها الاختلاف في الرؤى، أعلن أنه يتطلع إلى القيام بإجراء قوي ومشترك حول الاتفاق النووي. قمة أمريكية فرنسية، الحاضر الأبرز فيها كان الملف الإيراني. من جهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي استقبل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض في إطار زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، فإنه ليس مقتنعا بالاتفاق النووي المبرم مع طهران، واصفا إياه بالكارثي وما كان ينبغي إبرامه في وقت حذر من برنامجها البالستي. إيران ستواجه مشاكل أكثر من أي وقت مضى إذا استأنفت برنامجها النووي، وكيف يمكن الاستمرار بالاتفاق الذي لا يتحدث عما تحدثه من مشاكل في اليمن أو من خلال تطوير برنامج الصواريخ الباليستية؟ أينما حلت المشاكل في بلدان الشرق الأوسط، نرى أن إيران تقف وراء ذلك، ولن نسمح باستمرار هذه الممارسات. لكن ماكرون الذي يشاطر ترامب بعض البواقف لديه رؤية أخرى حول الاتفاق النووي. الاتفاق النووي مهم وجزء من قضية أوسع ترتبط بأمن المنطقة. لدينا هدف مشترك مع واشنطن في المنطقة، لكن هناك اختلاف في العديد من الأمور. ترامب بدوره لم يخفي أهمية زيارة ماكرون التي تأتي في وقت عصيب يشهده تحالف البلدين كما قال، إلا أن التوافق ظل حول مسألة مكافحة الإرهاب والملف السوري، إذ نوه ترامب بالتنسيق الذي حصل مع فرنسا وبريطانيا من أجل ضرب النظام السوري ردا على استخدام السلاح الكيماوي. من جهة أخرى، اعتبر ترامب أن أي اتفاق مع كوريا الشمالية خلال اللقاء المرتقب مع زعيمها سيكون جيدا لواشنطن وللعالم بأسره. في المقابل، حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني ترامب من عواقب وخيمة إذا ما أخل بالاتفاق النووي أو الالتزامات المترتبة عنه. وقال روحاني، إذا لم توفي الإدارة الأمريكية بالتزاماتها فستتحرك الحكومة الإيرانية بحزم. في الملف السوري، وسعت قوات الأسد من عملياتها العسكرية جنوب العاصمة دمشق في الوقت الذي استمر فيه التهجير القسري بحق سكان القلمون الشرقي. أما سياسيا، فقد اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن لا نية لدى واشنطن لمغادرة سوريا. من جهته، حذر الموفد الأممي ستيفان دي مستورا من تكرار سيناريو الغوطة الشرقية في إدلب. وفي ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. الحريري يلقي كلمة لبنان اليوم في مؤتمر النازحين في بروكسل ويشدد فيها على أهمية المساعدة في تحمل أعباء النزوح. أعلى وأرقى معايير الدقة والأمانة والنزاهة. قطار الانتخابات ينطلق الجمعة مع اقتراع المغتربين على مدى يومين. Iran seems to be behind everything where there's a problem. قمة أمريكية فرنسية، وترامب يصف الاتفاق النووي مع إيران بالكارثي. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، إلى اللقاء. والعاصمة بهالانتخابات حتقوم وحتقول لهم مين هو المارد الأزرق. عدو فاجر وصديق تاجر.